ذكروا أننا صلنا في موسم حدثنا عن الرخصة والعزيمة آخر شيء آخر الأصحاب عرفنا الرخصة وقتها شرعنا ووجدنا مثال على ذلك كذلك يضاف إلى هذا المبحث الذي يتصل بالحكم الوضعي نضيف كذلك هذه الفقرة إن شاء الله ومما يتصل بالحكم الوضعي مسميات شرعية ثلاثة هي أوصاف للعبادة باعتبار الوقت الذي تؤدى فيه وهي نقطتان أولا الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا هذا النوع الأول أو المسمى الأول من المسميات الشرعية التي تتصل بالحكم الوضعي قلنا أولا الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا ثانيا رقم اثنين القضاء ثم الأداء ثم القضاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشارع وجدير بالتنبيه أن القضاء
لم يرد في نصوص الشرع أن القضاء لم يرد في نصوص الشرع إلا في إيقاع العبادة بعد خروج وقتها بعذر كالنوم عن الصلاة أو الصوم للحائض أو النفساء. أما خروج الوقت بدون عذر فلم يرد فيه القضاء بخلاف الذي عليه كثير من الفقهاء. ويؤكد ذلك مسألة أثارها الأصوليون وهي هل القضاء بين قوسين شيطان هل القضاء يكون بالأمر الأول الذي كان به الأداء أو يحتاج إلى أمر جديد هذه قضية طرحت بين الأصوليين. الجواب عنها جمهورهم أنه يحتاج القارئ إلى أمر جديد، أي ذهب جمهور الأصوليين إلى أن أمر القضاء للمتعمد لترك العبادة بدون عذر يحتاج إلى أمر جديد وهذا هو الصواب فإن العبادة المعلقة بوقت إنما مقصود الشارع
أن تقع في الوقت الذي حدده لها فإذا أخل المكلف بذلك فأداها خارج وقتها بدون عذر فلم يقع فعله لها كما أمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم. وأصله في الصحيحين والحديث اعترف ما أحدث في زمننا هذا ليس من الفرائض. قلنا قال حديث مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا بخلاف المعذور فهو إما أن تكون الشريعة أسقطت عنه القضاء فلم تأمره به كما في قضاء شكون يعطيني مثال قضاء الصلاة بالنسبة للمرأة نعم قضاء الصلاة أسقطت عنها القضاء الصوم لا تقضي كما في قضاء الصلاة للحائض وإما أن تكون أمرته به بأمر جديد كصلاة النائم والناسي شكون يذكر الحديث بتاع النائم والناسي؟ حديث صحيح مسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك، كصلاة النائم والناسي. وقضاء الصوم لمن؟ للحائض والنفساء والمريض والمسافر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدد من ايام اخرى للحائض والنفساء والمريض والمسافر. فصل وقضاء الحج عمن عجز عنه في حياته
عجز عنه في حياته. ويتفرع عن هذا مسألة مشهورة، وهي نقطتان: قضاء الصلاة والصوم. قضاء الصلاة والصوم ونحوهما. قضاء الصلاة والصوم ونحوهما لمن ترك ذلك، لمن ترك أداء ذلك، في وقته متعمدا، فليس له رخصة في القضاء. إنما سبيله التوبة النصوح. وأن يكثر من التطوع، بعد الأداء والقضاء جبنا الإعادة، الإعادة وهي إيقاع، العبادة في وقتها، إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الإجزاء، كإنقاص ركن مثلا، يزيكم الاختبار تحوان. قلنا مسائل تتعلق بالحكم الوضعي. شفنا اللي قلنا هو عبارة عن علامات وأمارات وضعها الشارع لمعرفة كيفية ووقت لأداء العبادة. فالحكم الوضعي يتركب من ثلاثة عناصر، هي السبب والشرط والمانع. وذكرنا من أمثلة السبب قلنا دخول الوقت، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فلا يصلى الظهر حتى تزول الشمس عن كبد السماء. واضح؟ هذا إيقاع العبادة بشروطها، أو الشرط هو دخول الوقت. السبب هو دخول الوقت. أما شروط صحة الصلاة فهي كثيرة، منها استقبال القبلة، وقبل ذلك الطهارة إلى غير ذلك. فهذه شروط يجب أن تتوفر في إيقاع العبادة. ثم أن تنتفي الموانع، فإذا كانت المرأة حائضاً لا تصلي ولا تصوم إلى غير ذلك. تتم لهذه العناصر ذكرنا مسميات أخرى لها علاقة بالحكم الوضعي يتحدث عنها العلماء. الرخصة بيناها، قلنا الرخصة أنها حالة استثنائية إن شئتم على القاعدة. والأصل في الفعل هو العزيمة، فإذا كانت العزيمة اسم لما هو أصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض، فإن الرخصة خلافة تماما.
هو اسم لما شرع متعلقا بالاعراف خارجا في وصفه عن اصله بالعذر. يعني انسان كان لا هو مسلم الاصل فيه لا يشرب الخمر ولا ياكل لحم الخنزير، لكن هو في صحراء وكاد يموت جوعا لم يجد الا لحم خنزير او ميتا، فيضطر الى اكل بعضها حتى يدفع الموت عن نفسه في هذه الرخصه. انسان عطش عطشا شديدا في الصحراء ولم يجد الا كوبا من الخمر والعياذ بالله، فشربه حتى يدفع شبح الموت في هذه الرخصه. وان قدموا ثم اولويات لانه سيموت، حفاظ على نفسه يولي اولى من انه يمسك عن شرب الخمر. والعزيمه هي ايقاع العباده والقيام بالفرائض الشرعيه على حكمها الاصلي كما شرعت، واضح، بدون استثناءات. فالرخصة وكأنها استثناء لبعض الحالات اللي أصحاب الأعذار اللي عندهم مرض واللي عندهم سفر واللي عندهم ضغط وغير ذلك يرخصوا لهم في بعض الاستثناءات. كذلك التقصير بالنسبة للمسافر والإفطار بالنسبة للصائم في السفر، فعنده رخصة الإنسان أنه يفطر إذا كان تجاوز مسافة 8 كيلومتر، سواء كان بالطائرة أو بالسيارة أو بالدراجة أو على رجليه أو على دابة، هو عنده رخصة. فكان صام وأن تصوموا خير لكم، عنده أجر. فكان حد يأخذ رخصة يأخذ. كذلك تقصير الصلاة والجمع، جمع التقديم وجمع التأخير، هذه كلها رخص يأخذ بها الإنسان. وفي الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. هذا ما ربيعتنا رخصة لباس. نحن نخاف بعض الناس يتشددون يا تورا يا فورا كما يقال. وخير الأمور الوسط البسيط وشر الإفراط والتفريط. تلقى أحدهم عمل عملية جراحية على بطنه ولا على صدره كذا، والماء سيعكر حالته، سيزيد في مرضه. فالأولى أن لا يلامس الماء شهرا كاملا، فهذا حكم التيمم ولا كلام، خاصة إذا كان أصبح الجنابة أو شيء من هذا القبيل. فتجده أحيانا يتعمد الاغتسال حتى يتضرر، ونقول لا هذا إفراط. وبعضهم تجد قد علقت بجلده شوكة، شوكة بتاع هندي، فيتيمم، ولا جرح بسيط في إصبعه وهو نازل على الحجر أذوبها يوميا يتيمم، نقول له لا، لا يجوز لك التساهل هكذا. فأنت بما أن معظم الأعضاء سليمة ليس فيها جروح ولا عصائب ولا كذا، فأنت تتوضأ. إذا كان معظم الأعضاء مضرورة وقتها يتيمم، فعلى الإنسان أن لا ينتقل من العزيمة إلى الرخصة إلا بشروط، فلا يتساهل ولا يتسيب في هذا الأمر. بعد الرخصة والعزيمة جاءتنا مصطلحات أو مسميات ثلاثة، هي أولها الأداء، وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين والمحدد لها كما ذكرنا. هذا الأداء وقتش الإنسان يضطر إلى القضاء عندما يفوته وقت العبادة فيقضي. مثلا جاءت ظروف قهر مرض أو حيث أو كذا في رمضان فيقضي صيام رمضان. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كذلك في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. النوم معروف من نام عن صلاة غلبة النوم غلبة قهرية، أو نسيها توقع. امرأة مثلا تلقاها تغطس في فرح في عرس وحارسة يتعدى الظهر والعصر وتغرب الشمس وهي ما صلتش، غفلة وسهل ولا تقصير ولا كلام، فينسها الإنسان والمجبور على النسيان. فيتدارك هذا النسيان وهذا التقصير بماذا؟ بالقضاء، فيقضي الصلوات. فيأتي بعد الأداء القضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. وقت ذكرها على طول شيء صار، لا كفارة له إلا ذلك. أذكر في يوم من الأيام ذهبت إلى عرس أحد الأقارب، استدعانا لمناسبة هكذا فرح،
وهو في منطقة بعيدة عن عمرها، ليست فيها مساجد ولا جوامع، وأنا متعود أن أصلي عادة في الجامع. لا أصلي في بيتي إلا إن كنت مريضا أو بعذر شرعي. فصلاة العشاء صلينا المغرب الحمد لله، وبقينا مع الأحباب ونساعدهم ونتنقل مع الناس، وبعد ذلك عدت إلى البيت في وقت متأخر ونمت. ثم وأنا قبل النوم بدأت أستحضر أعمالي في ذلك اليوم، فاكتشفت بأني لم أصلي العشاء، والساعة تقريبا الواحدة ليلا، فقمت في حالة رعب وأنا أرتعد وأنا في حالة فزع وخوف شديد. قلت كيف بي لو مت هذه الليلة وأنا لم أصلي العشاء وأنا مقصر في ذلك. فذهبت مسرعا أركض إلى بيت الحمام فتوضأت، ثم طرحت السجادة بين يدي وصليت العشاء وما قدر الله لي من النوافل، وبدت أستغفر ليلتي. سبحان الله، إنسان يغفل عن صلاة، وهذه فريضة من فرائض الإسلامية، فريضة من فرائض الدين، فعليه أن يحاسب نفسه الإنسان وأن لا يقصر في حق ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي هذا قيل ولا في جهنم، والعياذ بالله. تستغيث منه وتتعوذ بالله منه، يعني جهنم في اليوم 70 مرة. فالإنسان عليه أن يحاسب نفسه وأن يهتم بشأن الصلاة، لأنها أعظم عبادة في الدين وأعظم مركزة وأعمال من أعمدة الإسلام بعد الشهادتين. فالقضاء يكون إذا غفل الإنسان أو نسي أو أغمي عليه أو جه ضغط. مثلا حالة توقع أكل مرة سنة واحد من كبار السن قال لي أنا مش أدخل أجري عملية جراحية الساعة 2 الساعة 2 بعد الظهر. ومعلوم أن العملية الجراحية يستيقظ من البنج ومن التخدير بعد ساعات، فيدركه الليل وقد لا يستطيع أن يصلي على العصر. فنصحته وقلت له تصلي الظهر والعصر معا، تصلي العصر قبل وقته، الذي يسمى جمع تقديم، وقد رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الصلوات، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير خوف ولا مطر، من غير خوف. وعادة نستجمع في الخوف يعني في حالة الطوارئ، ثم حروب ومشاكل وكذا، فحتى لا تتأخر الناس في العودة إلى ديارهم، فيصلون المغرب في المساجد وبعض العشاء، ويعود كل واحد إلى بيته ويغلقون المساجد. حالة المطر والفيضانات وشدة الوحل، وكذلك في الخوف، ثم طوارئ ثم مشاكل، مثلا قتل كذا وغير منها. فالإنسان مثلا طبيب سيجري عملية جراحية، أنا مش بشق على مريض الساعة 2 ونقعد في العملية 6 ساعات لمين؟ ندخل في الصف عشر، فعندي رخصة أن أصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، فأصلي الظهر الساعة 1 وبعد بقليل أقيم العصر وأصلي العصر، فالصلاة صحيحة، لأني لا أستطيع أن أتفرغ لصلاة العصر كامل الوقت حتى المغرب، ما عنديش فسحة، فمضطر أن أصلي العصر جمع تقديم. فأنا من بعض المشايخ قد أفتى لطلبة المعاهد والجامعات، خاصة في عهد الطاغية الفار، بأن يصلوا العصر في بيوتهم قبل دخول العصر حتى لا يحرم هؤلاء من أداء الصلاة في وقتها. ولكن هذه الفتوى كنت أعرضها وكنت أشجع وأحرض الطلبة والتلاميذ على أن يقيموا الصلاة في الأقسام أو في المعاهد والجامعات، لأنه لا بد أن تجد قاعة فارغة ليس فيها طلبة وليس فيها دراسة. فالإنسان عنده راحة، أكرك اليسوى عندك الراحة في الساعة الرابعة يستطيع يمشي يفرش ورقة ولا كرتون ولا شيء ويصلي العصر مع زملائه الحمد لله. فعلينا أن نترك هذا الجهل وهذا الوهم وهذا الخوف في غير محله، وليس لدينا عذر شرعي حتى نصلي قبل الوقت. أما من أجريت عليه عملية أو كانت أرواح الناس أمانة بين يديه كالطبيب أو الذي عنده
حساسة يستطيع أن ينزع عنها، فلا بأس أن يقدم الصلاة على الوقت. إذا لم يأتي إلى القضاء كما بينا يقضي الصلاة إن كان نائما أو كان غافلا ولا مقهورا ولا في حالة إغماء أو مرض إلى ذلك. ثم مثلا ذكر العلماء هنا قالوا هل القضاء يكون بالأمر الأول الذي كان به الأداء أو يحتاج إلى أمر جديد؟ يعني مثلا خلافية من العلماء، رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا فعل أقيم الصلاة فعل أمر في الوجوب، هذا يعني إقامة الصلاة ينصرف إلى ماذا؟ إلى الأداء إلى القضاء؟ هذا الأمر ينصرف إلى الأداء، يعني ينصرف إلى الأمر الأول. فالقضاء يحتاج إلى نص جديد، يحتاج إلى دليل آخر مغاير تماما. جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن أمر الأداء الأمر بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، إلى نص جديد، وهذا هو الصواب الذي رجحه المحققون، لأن العبادة متعلقة بالوقت، ومقصود الشرع أن تؤدي هذه العبادة في وقتها، فإذا أخل المكلف بذلك وليس لعذر وليس لمرض ولكن هكذا عمدا فقد أحدث شيئا جديدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه بدعة أمر جديد بخلاف المعذور كما قلنا صاحب العذر اللي عنده عذر شرعي مريض أو أغمي عليه أو مسجون أو كذا كذا، فهذا حالة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها، ذكر حالتين اثنتين، حالة النوم وحالة النسيان، لم يذكر حالة العمد. رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية اللي ذكرناها إيش قال؟ قال فخلف من بعدهم خلف، كيف نتحدث عن نحن في هذه العصور وخاصة أهل تونس اللي حوالي 60% منهم ما يصليش ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم إيش قال؟ قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فرب العالمين سبحانه وتعالى ما قالش يقضي الصلاة، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأمر بالتوبة والإقلاع عن هذه المعصية والإكثار من الأعمال الصالحة. فمن ترك الصلاة متعمدا، وهذا السؤال يطرح كثيرا معنا في تونس، تجي بنية عمرها 30 سنة وقتها من تابت، ولا الأخرى عمرها 50 سنة، عمل في المذاهب الأربعة قول جمهور العلماء هو عليها قضاء ما فات من الصلوات، ولكن هذا القول مع احترامنا له قول ضعيف لا يسنده الدليل، لأنه ليس عليه أي دليل، فما حتى دليل على الكلام ذلك، والنصوص الكل جاء تحكي عن قضاء ما فات بالنسبة للمعذور الناسي المريض النائم، أما المتعمد ما ثمش نص. الدليل اللي نستشفوه نأخذه من قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا استثناء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فذلك جزاء الله الحمد لله. فنحن إذا يجينا واحد وبعض المشايخ عنا غفر الله لنا لهم يتشلل على مشروف المذهب المالكي اللي ترك الصلاة 15 سنة و 20 سنة يجب يقضيها، شو يقولوا له عاد في المذهب المالكي عنه؟ يقولوا له باش ربي يغفر لك ويتوب عليك ويتقبل صلاتك يلزمك تقضي مع كل وقت وقتي، شد عندك الحساب. لو نحن نصليو في اليوم 17 ركعة كي يوليو في ثلاثة يوليو مش 50، هو 17 ركعة يصليها ويا ربي ان شاء الله يثبت عليها، مرة يصلي مرة يخيل مرة ينقص مرة يقصر مرة يترك. تصور نشوف الواحد من الشباب يصلي معنا نحن الظهر وبعد يجي على جنب يقيم الصلاة تك 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 يصلي أربع ركعات ويزيد يقيم الصلاة ويزيد يصلي أربع ركعات أخرين، يعني أربعة 12 ركعة، العصر نفس الشيء 12 ركعة، بعد المغرب نفس الشيء 9 ركعات، بعد العشاء 12 ركعة، يجي من سقى ذاك جمعة اثنين ثلاثة أربعة تك وبعد يسقط ويبرك
شنو هي هاد الصغيره هي وحداني؟ كنت شايخ انا في البقعه وعامل الجو مع الاصدقاء، شنو ما يكون في جابوه ديالك؟ فيكره العباده ويبقى مع الصلاه ويرتد يبطل جبهه. فكنا نحن السبب في تبغيض العباده لهذا الشاب او لهذا الرجل لهذه المراه. مره تعالى مش يصلي التراويح. ناقش هذا القانون في المقهى. يا جماعه يمشي يصلي التراويح. يقول لك لا، راه المشايخ قالوا لي ربي ما يتقبلش منك النافله حتى تقضي الفرض. شوف التلبيس ابليس، شوف الفطره الشيطانيه اللي جابوها. ما يقبل منك ربي النافله الا ما تقضي الفرض. كيفاش؟ انت الفرض ما قضيتوش. فتطهر حرموهم من بركه القران ونفحات رمضان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قاعد في المقهى يلعب في الكارتة وشيء يتفرج في التلفزيون حتى منتصف الليل. فشوف الفتاوى وشوف نقص الفقه والعياذ بالله والتعصب ماذا جرى والعياذ بالله. فالانسان ان يراجع هذه القواعد هذه القواعد وعليه ان يتبع ما صح ورجح من الدليل وما هو انفع وارحم واقرب للناس. انسان كان عايش في المخدرات ووحده كانت هامله عايشه بالفساد والخفله ارفق بها اعتمادا على القاعده الذهبيه النبويه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. التبشير في الدعوه والتيسير في الفتوى هذه القاعده الذهبيه. فانسان تاب عمره 30 سنه وبلغ عمره 12 ولا 13 مش يقضي اسبوع كان مريض اسبوعين شهر كان لاعب في السبيطار اما باش يقضي 18 سنه ما مهمول هذا باش يقضي يعني تعب وارهاق وما فيش دليل علاش الانسان يخرب في مخه القياس والنظر ما عندوش دخل في العبادات. العبادات مبنها على التوقيف توقيف الشارع حيث ما وقفك الله جل في علا توقفها لا مجال فيها للاجتهاد، الاجتهاد والنظر يكون في المسائل معاملات والمسائل اللي فيهاش نص. هذه العبادات. فهذه المصيبة يعني موجودة ونفرت برشا ناس من الصلاة ومن الدين. فهذا الموقف الراجح إن شاء الله في أنه ما كان من غفل أو من تعمد ترك الصلاة وترك الصيام سنوات عديدة فلا يقضي. يكثر من الاستغفار يكثر من التوبة وعفى الله عما سلف يطوي الصفحة وينسى الموضوع. هذا هو القول الراجح إن شاء الله في هذه المسائل. آخر نقطة قضية الإعادة هي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل. الإنسان صلى صلاة وبعد اكتشف أنه في عوض صلاة أربع ركعات صلى ثلاثة بركة متأكد يقول لي أعود الصلاة لكن ما خدش أعودها إذا كان بعد عنها تماما. أم يقول العلماء قاعدة أخرى أن توقيع الصلاة أولى من إعادتها. هذه قاعدة مهمة كذلك. يعني توقيع الصلاة أولى من إعادتها. يصلح الصلاة رقح. النبي صلى الله عليه وسلم صنع هكذا مع وجه الصلاة. تعرفوا حديث ذي اليدين في البخاري وغيره صلوا صلاة رباعية بدل الظهر أو عصر أو عشاء ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده سدة يقف في آخر المسجد. فجاء رجل من قال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك. فالصحابة اجتمعوا وبين قالوا نعم يا رسول الله راه صلينا ركعتين اليوم يحسبوها نسخت وحكم جديد. فقام فصفهم وتقدم الإحرام وأتم بهم ركعتين مع وجه الصلاة. احنا على بعض الجهال يقيم الصلاة ويتكلم واحد يعمل يعني تشويش يقول له عاود قيم وكأن إقامة الصلاة مرتبطة ولا شرط من شروط صحة الصلاة وهي مسألة مستقلة لا علاقة لها بالصلاة. إقامة هي إعلام الناس بأن الصلاة جاءت. فالإنسان يرقع الصلاة بسجود السهو خير من يعودها. وقتاش يعودها لما يكون بعد وقتها وكذا وقت يعودها يعني نزل في الوقت هذا حال وخرج الوقت هذا ثم خلل فيه وقت تتعاد لعبادة إن شاء الله. به أصلي لمن ذهب وأتيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله. ندخل في قبل هذا، من عنده سؤال في مرضينا تفضل، حتى لا أغلط حقكم في ذلك. تفضل من اليمين أحد الشيخ. ترك أركان، ترك ركنين اثنين أو ترك ركعتين كاملتين في الصلاة، ومع ذلك لم يعد الصلاة بل أتمها وجبرها. ما دام الصحابة لم يخرجوا من المسجد، نزلوا في بيت الله، فهذا دليل على أنه جبر الصلاة وإعادتها أفضل من جبر الصلاة وترقيعها أفضل من إعادتها. واضح؟ أنا نحن نتحدث مع حالة أنه الإنسان صلى صلاة منقوصة، يعني فيها حاجة مختلة لا تصح الصلاة إلا بها، وتذكرها بعد خرج الجامعة وكذا، لكن زال الوقت، زال ما غربتش الشمس، وذكر صلاة العصر فيها مشكلة، ولا يستطيع أن يركعها لأنه انتقل من مكانه وخرج الجامعة وغادر. فهذا يعيد الصلاة لأن فيها ركن كامل ناقص مختلة. هذا قضية الإعادة، واضح؟ إعادة. الحالة تاع صلاة الكره باليدين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في حديث من كان في ضعف هو يقول أنا لا أنسى ولكني أنسى لأشرع، كأن الله سبحانه وتعالى ينسيه بعض الأشياء في حكمة غالية. ونقل الصلاة بتاع الأثر هذا وإن كان في ضعف في نقل في كتاب الله عز وجل، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، سورة البقرة. ونضع آية أخرى كذلك في سورة الأعلى، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذا هو الشهادة، سنخرجك فلا تنسى. في بعض الآيات رب العالمين نسى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لماذا؟ لأنها نسخت حكما أو نسخت تلاوة، ما عادش ثم ما نسخت تلاوة وبقي حكما، كما آية بتاع رجل الزاني المحصن. ما نلقاوش دليل في كتاب الله يأمر برجل الزاني المحصن، يعني الرجل اللي متزوج والمرأة متزوجة، فما آية ما نقرأهاش في كتاب الله، يذكرها العلماء والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما. قال لك آية كانت تقع في عهد المسلم ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، وثم ما نسخ حكما وبقي لفظا، كما أنواع من الآيات نقرأها مرات لكن منسوخة ما تطبقش، وثم ما نسخ لفظا وحكما. وكذا أنواع في النسخ سيأتينا إن شاء الله بكم في هذا المبحث في الأصول. إذن هذا فيه حكمة، رب العالمين سبحانه وتعالى ينسي النبي صلى الله عليه وسلم أو يدفعه إلى فعل شيء حتى يتعلم الصحابة كيف يخطئون، كيف يصلحون أخطاءهم ويجبرون نقصهم إن شاء الله. واضح؟ أنا ثم سؤال ممكن عنده علاقة مقصود بالدرس، ما هو حكم صلاة ركعتين مش ركعتان مضاف مضاف إليه، صلاة ركعتين ما بعد صلاة الجمعة في المسجد؟
لا يصل خلافيا ان يعني في المذهب المالكي ليس ثم نوافل لا قبليه ولا بعديه في الجمعه، فما الجمعه تصلى ركعتين اكثر فقط. تذكر مره في جامعة في هذا المركب الجامعي هذا الكومبوس الشيخ الاخضر رحمه الله كبير في السن ما عادش يستطيع يصلي الجمعه ولا يصلي كل مره في مكان، فمره صلى هناك عاد قمت سلمت عليه بعد الجمعه وجيت وقفت عند حدا الساية قال لي وين ماشي؟ مش تصلي؟ ما تعرفش مكروه عنا في المذهب المالكي كان شديد رحمه الله. قلت له لا مش نخرج انا مش باش نصلي. ففي المذهب المالكي ليس ثم نوافل بعد صلاة الجمعة. لكن ثم حديث في سنن أبي داوود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة في المسجد أو ركعتين في بيته. في معنى الحديث والحديث الصحيح موجود في صحيحين سنن ابي داود، فاللي مش يصلي بعد الجمعه لا باس، يحب يصلي غير المذهب المالكي طبعا، يصلي ركعتين في بيته لا باس بعد الجمعه كي يرجع بيته، وكي يحب يصلي نافله بعد الجمعه يصلي ركعتين يسلم ركعتين يسلم، يعني اربع ركعات. واضح؟ هذا اللي هو عن هذه مصر. تفضل هذه قبل مثال شمال. خرج يحوص وما صلاش في الوقت حتى فاتته، لا ما عندوش بصر يلزم البرج باش يصلي، وهي النزهه نتاعو يجعلها في غير اوقات الصلاه، وهي يصلي في النزهه نتاعو شو مشكل يخرج متواضع، انا تو نمشي انا بنتي وزوجتي وكذا نزهه شويه في المغازة ولا نمشي نجيب حاجه في السوق نمشي نصحبها ونخرج متواضعين، جاء وقت الظهر نمشي للجامع وفيه جناح للنساء وجناح للرجال، هو يدخل جناح النساء يصلي الظهر وانا ندخل للرجال انا ولدي، وبعد نخرج نتقابل ونكملوا في صحبه لا باس، مشينا البستان الغابه نفرشوا في مكان محمي من الخلف ونصلي النساء والرجال معنا لا باس، فعلى المسلم ان تكون الصلاه هي راس ماله واعظم شيء في حياته، يعدل حركاته وسكناته وأعماله والتزاماته وفصحاته على الصلاة. هذيك كل شيء. مش واحد تسرح في الأسواق لضرب عليها المغرب وهي لضرب العصر. هي مساجد تتأثر. الحمد لله معنا مساجد وسط البلد فيها جناح تاع نساء. فتكون متواضئة إذا كان مثلا ماشي مية مايلة في الجامع وتدخل وتصلي مع النساء تخرج لا بأس. أما ليس لديه عوضة مش تخلص لها. والطالب عند النساء أنا نراهم معظم العائلات بتاعنا الحقيقة يتركوا الصلاة لأبسط وأتفه الأسباب، كما يقول مثلا ساعتين وليل مش نتسلم، فرح ما عادش نصلي، ميتة ما عادش نصلي، هذه قضية ولا خمارة ولا كذا ما عادش نصلي، أحد مرة قلنا له يا حاج ما صليتش؟ قال احنا قال نحن فاضيين مش نصلي نحن تو، تو الصلاة يعني كيف الصلاة؟ عشنا خمسة الصلاة على الفاضل وكوينا قبر حقنا وناخذ عطلة ونصلي كلا فعلا الصلاة لم تسقط حتى على المجاهدين عمل يسمى بصلاة الخوف نص نصف الجيش يقاتل ونصف الاخر يترخى ويصلي على الدواب ولا على الدبابات ولا على الاسلحة وهو يصلي صلاة الخوف فما تسقط الصلاة ولا زاد مريض ولا في حرب فالنبي كان يتفسح وكيفاش البركة تزرع الفصحى ليا إذا كانت مش تضيع حق رب العالمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما فهمت فإن الأداء أو القضاء كل منهما يحتاج إلى أمر جديد إلى أمر، والأمر هو النص الشرعي سواء آية من القرآن أو حديث. وإذا أردنا أن نفصل فالأداء في الصلاة كان بالأمر الأول مثلا من القرآن، وفي القضاء احتاج إلى أمر جديد وهو الحديث الذي ذكرته حديث الرسول بالنسبة لصلاة النائم والناسي والساهي وكذلك الصوم. أما بالنسبة لقضاء الحج لمن عجز عن على أدائه في حياته، سيدي شيخ أريد أن أعرف الأمر الجديد معناه المتعلق بقضاء الحج، يعني الأمر الجديد أردت أن أعرف النص الشرعي لذلك، يعني لمن عجز عن أداء الحج في حياته. لا بالنسبة للعاجز ثم أحكام أخرى كثيرة عامة تبين أن العاجز بالقهر
سواء كان بظروف مرضية أو بانعدام الأسباب وتوفر الشروط فتسقط العبادة، تسقط بالعجز. هذه قاعدة شرعية معروفة، أي عبادة لا تسقط بالعجز، في صلاة كالصلاة والصيام والحج غير ذلك معروف. فدليل العجز هذا عنده عموميات أخرى، على دليل نستشف من الآية الكريمة، هي هو الاستطاعة، هي القدرة، وما يقابل القدرة ما هو؟ هو العجز. وش قال ربي في الآية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء الاستطاعة هي شيئان اثنان، أولا القدرة الجسدية والمالية، ثم وجود الراحلة، يعني وجود وسيلة السفر، نحن نقول الطائرة. فإذا كان سنحو صحة وعنده مال وطيارة تأشيرة يلزم يمشي حج، وإذا كان تتوفر لديه. أنا والدي مثلا رحمه الله عجز في آخر عمره، حبيت أن نزل معي للحج لكن ما يستطيعش، كيما مراجعت للحج وقالت يا رسول الله إن أبتي لا يستوي على راحلتي، رجل كبير كنا ركبوا على جبل يتيح يجيب شدروها، فهل أحج عليه أو أحج عنه؟ قال نعم. أو كما قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهذه المرأة أن تحج عن أبيها لعجزه الجسدي، هذا عجز جسدي، وثم عجز مالي. طيب كيف خلص ولا الحج؟ 9 ليالي ظل 7 أو 8 شيء كبير إن شاء الله. فعامة الناس عاجزي يسقط عنهم الحج. الله ما كانش يدبر تأشيرة، فكنت دبر تأشيرة تقول يتيسر. أنا في الوقت مرافق وخاطر ربي سهل دبر تأشيرة الحمد لله، وقص تسكرة ونمشي الحج والحمد لله بيسر. فإذا يجتهد بحيث يتعرض الأسباب، أما إذا كان عجز جسديا أو عجز مالي، ثم مرات عجز ما هو جسدي ما هو مالي، هو عجز عن قدرة الانتقال من البلد. إنسان محكوم عليه في السجن مسجون وعنده فلوس وعنده صحة ولكن غير قادر شي كسر السجن يخرج ما يجيبش، وإلى جواز السفر بتاعه مسحوب من نوع من السفر. فهذا يجوز العلماء باش يناموا بغير، إذا كان خاف الموت ولا كان مريض أشرف على الهلاك فهو في حكم العاجز وغير قادر على السفر، فإنه يوني جات الإنابة في الحج وجوزها جمهور العلماء استثناء بدل الناس كذا ذلك. واضح؟ شكون عنده تفضل؟ وعلى علم أنه وجوب الصلاة للطهر ولا يستطيع أن يتطهر، فما حكمه في عدم الصلاة؟ يعني ما يتحرك فيه بدون شيء؟ نعم. حتى رأسه؟ رأسه فقط، عينيه فقط. لا بأس، ما دام تتحرك عينيه لا تسقط عنه الصلاة. يصلي حتى بعينيه. ما فماش إمكانية أن واحد يساعده في التطهر؟ تو إذا استطاع باش يتوضأ. إذا كان عجز ممكن يكون يوظفه رجل كبير ولا امرأة ولا كذا، يجي ولدها ولا ولده ولا زوجته ولا شكون يغسل إذا كان عجز عن هذا الأمر خوفا من تعكر الحالة ولا الماء ممكن يؤذيه، يتيم يجيبوا له حجرة ويلصقوها في يديه هكذا ويمسحوا له وجهه ويمسحوا له يديه ويقول له قل الله أكبر وصل، قل الله أكبر وصل، يقرأ فاتحة هو سيبقى يتحرك. حافظ اللسان والراس قتل بس يقرا فاتحه ما تيسر يرتاح شويه كذا سيدنا عمر بن حامد وبعد اكثر شوي سجود سجدتين بسبع ركعتين بسبع لا تسقط الصلاه. هذه حاله من حالات معظم المرضى عندنا ما يصلوش، يضرب شهر مريض ويستمر كريم يستمر فيها سبحان ربي العظيم، بينما هو عنده دعوه مستجابه وهو اقرب ما يكون الى ربي سبحانه وتعالى. حتى الناس كي يجي يزور مريض وتعودوا قلوا دعينا دعينا دعوة خير، لأن يعني دعوة المريض مستجابة معروفة نحن والمرضى في المستشفى هم كلهم يتكلموا في اللغة ودايخين وسارحين واللي يسمع الإذاعة ويتفرج في التلفزة مشي يزورهم الناس الكبار يزورهم سبحة قلوا يا حاج هذه مش نعمل بها كل نهار ألف لا إله إلا الله سبحان الله الرحمن سبحان الله العظيم نعطيهم على الصيف هذه الصبح والمساء نذكرهم بالله على الأقل تشجعوا حطها تحت كلمة الصبح يولي يذكر خير من
يقعد يحكي على مسائل تافهه. فالمريض يلزم فقه، يلزم التزام، ورب القافة تقضها ما استطعت، ما دام راسه يتحرك والسلم يتحرك فيلزم يصلي، لا تسقط عنه الصلاة. واضح؟ شكون عنده إشارة؟ سؤال أنا الأخت طلبت من حكم الشرع التقسيط، معناه بأنه يوجد فائض على الشراء بالكامل مثل 1000 تقسيط 1120 دينار 20. المسألة هذه خلافية بين العلماء، البيع بالتقسيط كتبت فيها رسائل وأطراح جامعية، الخلاصة مخها بركة ما يقال، أن الكثير من العلماء جوزوا البيع بالتقسيط، إذا كان معلوم الثمن بتاع التقسيط المؤجل ومعلوم الثمن المعجل. حتى هذه 1000 دينار حاضر كاش وتاخذها بعد تخلصها بعد 6 شهور تولي 1500. فمن جوز هذا وعن قال في الفقه عند المالكي يقول للاجل حصه من الثمن، للاجل حصه من الثمن، يعني الاجل عنده مراعاه. لكن رد بعض العلماء على هؤلاء قالوا هذه فيها ظلم وفيها تعدي على حقوق الناس، علاش انتم ديما ضامنين الربح؟ وشكون قال لك انه انقطع به بعد 6 شهور تولي 1500؟ في قداش من الجهاز كان سوقه 1000 دينار بعد 3 شهور ولا سوقه 500؟ وانتم تعرف معظم التجهيزات والهواتف ثمن نتاعها يمشي متاح، اول ما تطلع تبدا غالي بعد تبدا ترخص. فقالوا هذه فيها شو صوره من صور الربا، وهي ما يسمى بيعتين في بيعه، يعني بيع مؤشر وبيع معشر. فقال العلماء هذا فيه شبهه وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. المفيد المساله فيها شبهه. النصيحه اللي خاف ربي واللي عنده دين وعنده وراء ما يدخلش تحت السقف هذا. خذي بنيتي حاجه مستعمله حاضره تك تدفعي ثمنها نقدا خير من تعملي حاجه للتقسيط وانت قلبك ارتعد والامور ربما تكون شبهه الربا. فدع ما يريبك الا ما لا يريبك. نحن تو معظمنا نحب نعمل مثل التونسي، اعمل تجاره كل حول بالدارك، لازم انا نعمل كل شيء من نهار اليوم. سبحان الله انت هذا تو قلت لكم اولادي رجال فوت لي 20 سنه زواج ومازلت نثبت في بيتي، عندي برشا نقائص وانا مالي مستحي من ذلك ومالي مقلق، خاطر امر دنيوي هذا تافه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الميكانيزم والمساج، كان عنده مفروشات وتجهيزات، كان عنده قربة في الحائط وجند بسد يركض عليها، ما عنده شيء، وعاش اسعد الناس واسعد الخلق. نحن لا، ينزل المكيف والثلاجة والزبيبان والكذا والحديد والنحاس والخشب كله زايد كله تافه. لازم تخرج امام الناس، خلي عندك الفضايح وكل معرة، هزات فرش هزات طاولة هزات كرسي، والمرأة تعرف في الشيء، وهذه كلها ممنوعة شرعا، يعني فيها إثارة فتنة. تلقى المرأة فقيرة مسكينة يعني ما عندها شكون، تبدا تبكي، بغتيس من الزواج، وشوف الفرشة بتاع المرأة الفلانية كيفاش، ثلاثة شحنات، ويعرضوها يسووا في الكاميرا بالعدسة، ملابس دخيلية بتاع المرأة اللي يسووها، والله فضيحة، والله عار، نهار آخر واحد يعيبك، ولا أنت نعرف زوجتك تلبس ولا لا. ما تجيش يستر الواحد يستر حتى يخاف على نفسه من عين. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء محاوجكم بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود. عادة خبيثة كل شيء نحن بالمباهات والرياء والكذب. لا ما فماش. اذكر يوم زوجتي قد تشتري الفرش بتاعها قلت لها زوج شروط نهزوا ليلة في الظلام ثم في شاحنة ونغطي وما يسمع بي حد وما نحبش تشويش. فجيت هزيته في الليل ودخلته بالسر ومنعت عليه حتى ما يتكلم وعادات وزارته كذا ممنوعة. هذه أمر خاص بي أنا في بيتي، أنا حر نستعمل اللي نحب وأنا راضي بشريعتي. فاش قام عيط فلان وعلان ويتفرج وكشف فضايح وأسرار بتاع بيوت وعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل على برشا على جاهلية لقيت علينا أن نقاومها بالعودة إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. سيدي ألا يعتبر تارك الصلاة متعمدا؟
يدخل في نظام الكفر. المبحث الذي طرحناه بغض النظر عن كيف المشكله فلدينا حديث مطرحه ذكرناه في مره حديث عن الصلاه وبيناه ما هوش هذا المقصود كيف ولا مش كيف. لا قلنا انه الفريضه الاسلاميه جاءت مربوطه بوقت السبب بتاعها رب العالمين جعل الامارات على العباده اذا كان الصلاه في وقتها ما عادش الصلاه واضح خاصه الوقت العيد بعد 30 سنة، بعد 20 سنة، بعد 10 سنين بشكل الصلاة، كيفاش الصلاة هذه؟ فالصلاة مربوطة بوقتها كتابا موقوتا، وهذا مذهب يذهب إليه الإمام ابن حزم الأندلسي وكذلك ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم المعاصرين، فالإنسان الذي ترك الصلاة متعمدا بغض النظر على كفر ولا غير كفر فلا يطالب بقضائها لأنه فات وقتها. يتوب إلى الله توبة نصوحة ثم يكفر بالنوافل فقط. واضح؟ سيدي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.